الكلمة الصافية لما تطلع من القلب بتقرب قلوب من بعضها. الكلمة الصادقة اللي مليانة حب تقدر بيها تسعد الناس كلها. كلام من القلب. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. خامس ركن في الإسلام زيارة بيت الله الحرام، بس بشرط تكون قادر على الرحلة سواء بالمال أو بالصحة، لكن لو فيها أي مشقة هتجيلك ادعي بقلبك ساعتها ربنا يعينك وقول لبيك ربي وانت في مكانك، من أي مكان في الأرض ربنا هيسمع دعائك. الحج ده فريضة بس للي يقدر عليه، واللي ما يقدرش يحج ربنا عالم طبعا بيه، عالم بإيمانه اللي في قلبه وبخيره وفضله إن شاء الله هيجازيه. ناس كتير جدا بتتمنى الحج، ناس كتير جدا بتدعي ليل نهار إن ربنا سبحانه وتعالى يكتبها لها، لكن لحكمة ربنا بس هو اللي عالم بيها بيتأجل أو بتتأجل الرحلة. الناس دي ما تزعلش، ادعي في مكانك وربنا سبحانه وتعالى أكيد عالم باللي في القلوب وعالم بصدق النية. مش معقول هنكون بنسعى كلنا لرضا ربنا سبحانه وتعالى وربنا هيقول لنا لا ابدا. احنا عاملين ملف خاص بالحج مع ضيوفنا الشيوخ الافاضل اللي بيطلعوا معانا في كلام من القلب، ان شاء الله هيتوزع عليهم، ان شاء الله هنقول كل المعلومات الخاصه بالحج وبالحجاج عشان اي حد ان شاء الله طالع السنه دي يكون عنده المعلومات الكافيه وان شاء الله يروحوا ويرجعوا بالسلامه، واللي ربنا ما كتبهمش السنه دي ان شاء الله يكتبها لهم السنه الجايه. أكيد بنرحب باتصالات حضراتكم وأسئلتكم. معنا النهاردة إن شاء الله الداعي الإسلامي الشيخ محمد توفيق، تقدروا كمان تبعتوا لنا اس ام اس على رقم 91235. في انتظار حضراتكم ولكن بعد الفاصل. كلام من القلب. كلامنا شبابي طبطب. كلامنا شبابي طبطب. رحلة جميلة كلنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى انه يكتبها لنا. الحج وتفاصيل الحج هيكون كلامنا ان شاء الله النهارده مشاهدينا مع الداعي الاسلامي الشيخ محمد توفيق. اكيد بنرحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم. شيخ محمد سلام عليكم، اهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي وبالساده المشاهدين جميعا، وارجو من الله العلي القدير أن يكتب الحج لكل من اشتاق إلى الحج. شاري ما فيش حد مش مشتاق يا شيخ محمد. للجميع، يبقى اكتبه للجميع إن شاء الله. أمين يا رب. أمين. وأن يتقبل بالنية والفعل، لأن الأعمال روحانية أكثر مما تكون فعلية. صحيح. فاللهم لا تخيب لنا ولا للمشاهدين رجاء. أمين. في نيل هذه الرحلة الكريمة. أمين يا رب. أول ما قعدت قلت لي أنا هقول لك يا حاجة بقى. حصل. ليه بقى؟ قلت لي مش معقول تكوني بتدعي وبتقولي كل الكلام ده وربنا ما يكتبهاش. آه والله إن شاء الله. يا رب. لأن كمان يعني إحساسي بيكي إنك مشتاقة كتير وكتير، أنت تقولي لي مشتاقة كتير لزيارة البيت. والله. اللهم وفق. اللهم اكتب، اللهم اكتب للأمياء الذي أنت أعلم بها منا جميعا وبنيتها الحج أو الاعتمار أو ما تفيض عليها بالاثنين إن كان يا رب العالمين. أمين يا رب. أمين يا رب. يا رب يسمع منك يا شيخ. أنا دعتها لك على الهواء. أمين يا رب. أنا وكل مشتاق، يعني زي ما بنقول أكيد كل الناس مشتاقة، مفيش حد مش هيبقى حابب إنه يروح يحج. أمين يا رب. حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الله أكبر. نتقدم الأول بكلمة التوحيد لله. لا إله إلا الله الذي لا يرجى ولا يعبد إلا إياه، ولا يقال لأحد غيره يا الله، فهو الله الذي أرسل رسول الله وجعل لنا فيه أسوة حسنة بالأخلاق والأفعال والعبادات وكل ما يخطر على بال. الله تبارك وتعالى جعل الدين وتوج الدين باليسر، فمن اليسر قصر الصلاة، ومن اليسر إعادة الصيام عند السفر وعند المرض يعاد في أيام أخرى، والزكاة مفتوحة
طوال العام بالصدقات. والحج توجه الله من استطاع إليه سبيلا، اللي حضرتك تفضلت علينا فيها. وعايزين الحلقة دي ناخد جملة مفيدة قوي. اتفضل. ايه معنى من استطاع إليه سبيلا؟ لأن فيها معنى قريب ومعنى بعيد. قريب يعني ايه؟ يعني الكل عارفه، اللي هو اللي يعني قادر إيه؟ سواء كان ماديا أو صحيا. عظيم قوي. السبيل معناها الطريق، أو بالمعنى الأحرى الطريقة التي يصل بها إلى أداء هذا الركن من الإسلام. ولما ربنا سبحانه وتعالى قال إليه سبيلا، لأنه قال الحج، والحج مذكر ولا بد أن يأتي إليه سبيلا. السبل تجمع هنا في كلمة سبيل. يعني لما حضرتك تتفضلي وتقولي إيه يا محمد، تقدر تحرك الترابيزة دي أو تشيلها من مكانها؟ أقولك يعني أحركها زي، تقولي لي زي ما تحب، أنت حر، تشيلها، زقها، حركها كده، اعمل اللي بأي طريقة. بصي، بأي طريقة، المهم تحركها من مكانها. عظيم. يبقى المهم إن أنت لو عندك الاستطاعة تحج. يبقى إليه سبيل، إليه طريق، أي طريق يعجبك إن لم يكن حراما. إن لم يكن، وهنقوله طبعا إن شاء الله، إن لم يكن حراما. فهنا السبيل قالوا ده المعنى القريب، اللي هو القدرة المادية، القدرة الجسمانية، أمان الطريق في الانتقال، السماح لي بالانتقال. الطريق مؤمن والمال موجود والجسم كويس الحمد لله، لكن ما فيش وسيلة تخليني انتقل، بمعنى مش اللي هركبها وبس، لا، وسيلة مادية في دلوقتي القوانين الدولية. تمام. اللي هي التأشيرة والكلام ده كله. مهم ان انا ابقى سعيد ما دام انا اقدر ماديا وصحيا. لو السبل دي ميسرة كلها من فضل الله تبارك وتعالى، نبقى مستنين الإذن بقى من الله. هنا بقى الإذن نقول عليه إيه؟ إن أنا عندي المال وعندي الصحة الحمد لله وعندي الوسيلة وكل حاجة، لكن ربنا لسه ربنا مشكلة. أراد لي وأنا عندي النية إن أؤديها بقى. إحنا قلنا إيه؟ عبادة، عايزين العبادة دي روحانية أكتر من إنها إيه؟ جسمانية أو جسدية. فجسدية هي اللي قلنا عليها دي، وروحانية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كام من الناس قدموا في القرعة وقدموا في السياحة وقدموا في الجمعيات وقدموا مش عارف إيه؟ لا، ده في الأكتر من كده كمان يا شيخ محمد. ده في الناس اللي بيبقوا فعلا قبلوا وجهزوا شنطتهم وكل حاجة وخلاص على السفر، وقبلها بيوم بيحصل قدر الله أي ظروف تمنع. نيجي بقى نقول له إيه؟ حجبك الله، يعني منعك الله عن الأداء الجسماني، لكن الروحاني، ولكن الروحاني كامل الأجر. خدي بال حضرتك، وانا بقولها تاني اهو، كل اللي قدم للحج بنية خالصة ولم يصبه الدور في اي مكان من الاماكن ما يزعلش. ده يقول اللهم لك الحمد ان انعمت علي بالنية الصادقة وبالاجر الكامل. يبقى انا عايز هو انا بحج عشان اعمل ايه؟ دايما بنقول يا شيخ محمد انه قدر ربنا سبحانه وتعالى علينا كله خير. أكيد. حتى اذا كان ظاهره لينا احنا شر، فهو خير عند ربنا سبحانه وتعالى. تأجيل ممكن يكون ربنا شايلنا الفلوس اللي احنا هنصرفها دي عشان هنحتاجها. سيدنا الامام الشعراوي رحمة الله عليه وعليه من الله سحائب الرضوان والرحمة، يقول اللهم قدر لنا الخير وقدره يا ربنا بنية أننا آمنا بقولك، وعسى أن تكره وعسى أن تحبه. عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، صحيح، أو يجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تحبه شيئا
وهو شر لك. ربنا جمل كل ده في ايه؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. لا تعلمون. صحيح. يبقى اذا هنا النية الصادق الخالص لله لها الاجر الكامل. طيب الاستطاعة بقى يا استاذة لميا في المعنى البعيد، ده المعنى القريب، خلينا نقول المعنى البعيد بعد التليفون. اتفضل يا فندم. مدام حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. كنت عايزة اسأل الشيخ، هو بيني وبين جوزي مشاكل وحصل انفصال، وكان بنتي لسه اساسا ما كانتش اتولدت، وهو اساسا حتى ما دفعش مصاريف البنت الولاده، ولا وابني برضه مريض وما بيدفعش برضه مصاريف العلاج. انتوا انفصال طلاق يعني؟ عن طريق المحكمه يعني، كان في ضرب وكده، فالمحكمه طلقتني بال ادت. المهم النهايه اداء طلاق. بس فالمهم دلوقتي هو طلب ان يشوف ولاده، فانا وريتهم له، وبعد كده لقيته بيعمل والدي بيتكلمه بطريقه مش كويسه، ورافقه وعمل لنا انذار ان الولاد ما تدخلش الولاد مدارس لغات عشان مصاريف، واحنا اساسا ما حدش طلب منه المصاريف دي، وقال تدخلوا مدارس تجريبي. فالمهم دلوقتي رفع هو دعوه بالرؤيه، هو اساسا ولا بيدفع النفقه يعني، كان في محكمه حكمت بالنفقه. انت منعنه يشوفهم يا حنان؟ لا مش منعي، ما هو شافهم قبل كده، بس لقيته بيعامل والدي بطريقه مش كويسه، وعمل لنا انذار ان الولاد ما تخشش مدارس لغات، ومحدش طلب منه مصاريف. شافهم كم مره قبل كده مدام حنان؟ يعني هو كان بيشوفهم كل اسبوعين. وليه قد ايه ما شافهمش؟ يعني داخلين على سنه. عشان كده رفع القضيه. بس هو ما طلبش يعني، في الفتره دي كلها ما طلبش. بس فدلوقتي هو اساسا حتى النفقه ما بيدفعهاش. يعني بقى لنا من شهر 2 اخر نفقه دفعها شهر 2، ما دفعش طول الفتره دي. طب السؤال يا استاذه حنان، يعني دلوقتي هو رفع الرؤيه، هل هو اساسا من حقه يشوفهم؟ يعني هو اساسا اب غير امين على الولاد. ايوه من حقه. ايوه من حقه. لكن مساله ان يخشوا مدرسه تجريبيه او يخشوا لغات او الكلام ده كله، دي اللي يفهم فيها الجهه القانونيه عند المحامي. هتساليه هتقولي له هل هو من حقه يمنع، ولا انا كحاضنه انا لي حريه التصرف. فهو اللي يفيدك من الجهه القانونيه افضل من اي كلام تاني. لكن دينيا هل هو حقه انه يشوف الولاد؟ ايوه حقه انه يشوف الولاد. طبعا. طيب حقه ان يقابل والدك ويكلمه بطريقه حلوه او بطريقه غير سويه يعني زي ما بيقولوا؟ لا، هو مش من حقه ان يتكلم بطريقه غير سويه، لكن كمان والدك ما يقابلوش. مش كده ليه؟ ما يقابلوش. ما هو واضح ان هو بيضطر ان هو يقابله علشان خاطر هو اللي بيودي الولاد. معلش، خلي كذا. ثانيا، مهما كان يا استاذه لميا، مش سبب انه هي تمنع الولاد. لا لا لا، مهما كان لا يحجب الوليد عن الوالد. طبعا المولود ده لا يحجب عن الوالد او الوالده تماما. ثانيا، انا هقول كلمه دي من رايي ليس الا. لما يكونوا يقولوا ايه عدوي وقابلته، تقول السلام عليكم، تفضل، لا يمكن هيغلط فيها. وزي ما بيقولوها، ولو غلط حتى، زي ما بيقولوها في العرب والصعيد والكلام ده، يقولوا ايه حتى ده احنا بنشوفها كمان في اعلان كده، عدوك لو دخل بيتك يحرم عليك قتله. يعني ترحب. العكس ايه بقى؟ ترحب. اذا الترحيب يحرج النفس البشريه. طبعا طبعا، ويخليها يعني لولا سلامك سبق كلامك، لكلت لحمك قبل عظامك. مش كده انا بقولها خدي بالك، انا بتعمد بتكلم بالعم، يعني زي ما بنقول احنا قاعدين بنتكلم، الناس مش بنديهم حصه ولا درس ولا سيكشن ولا محاضره ولا لا، ولكن احنا بنوعي ناس كتير عشان كلنا نبقى مقتنعين وعارفين طبعاً الاصول ايه. النصيحه اللي ممكن اكلم بيها بنتي، زي ما بيقول لما حد يجي لك لحد باب بيتك، طبعا هو كده يجيب، لو انت قابلته مش كويس يجيب اللوم عليك. بالظبط بالظبط. انا حد جاني، والله انا قابله، مش مهم ان اساله ما بتجيش ليه، ما اسالوش، جه ما جاش
ما اسالوش انت هتيجي امتى، في اي وقت اهلا بيه خلاص، وما افتحش اي مواضيع. مش احنا دايما برضو يا شيخ محمد بناكد على صله الارحام؟ طبعا. وان احنا صله الارحام هي ان احنا نصل من قطعنا، ولو احنا ونعفو عمن ظلمنا، ولو بدرنا باننا يعني احيانا تقول لك اصلا انا لو كلمته في التليفون هقفل السكه في وشي، اصل روحت له البيت مش هيرضى يقابلني. انا اللي بيقول لي بقول له يقفل. وكمان يا استاذه لميا، بالمناسبه السؤال الجميل بتاع حضرتك ده في صله الارحام، كتير قوي بتسال اما على النت واما بالتليفون مباشر واما بكون في مكان ما، ندوه ولا حاجه كده، وبتسال جوزي مانع ابويا وامي انهم يجوا عندي، ان يجي عندي او انا اروح لهم وحالف عليا، اقول لها بالسياسه معاه وكده وباللين وشوفيها، تقول لي جربت كل الطرق، اقول لها يبقى كده انت واصله لابيك وامك وهو حامل وزر حاجتين. ما هي كده هتبقى الصله فين؟ ما هي هو قطع الصله. ما انا حضرتك اهو، هو حامل الوزر السيئه بتاعت حاجتين. الحاجة الأولانية إنه قاطع صلة رحم أكيدة وعليا. عليا ليه؟ لأن جميع صلة الأرحام كلها اختيارية إلا صلة الأرحام بالأم والأب، مهما كانوا في القصوة. طاعة الزوج هنا واجبة يا شيخ محمد؟ طاعة الزوج هنا واجبة؟ واجبة بس بشرط. هيبقى بقول لحضرتك خارج في صلة الرحم دي انه عاصي لله، مش قاطع صلة رحم بقى، لان صلة عليا. لان جميع صلة الارحام اختيارية وودية الا صلة الرحم بالوالدين، ربنا جعل لها بر مش صلة. بر. وايه بقى؟ وامر قضائي من الله، يعني واجب النفاذ. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ما قالش للرجاله بس، ما قالش للنساء بس، للجميع للجميع. الحاجه الثانيه بقى، لازم كل اب وكل ام بيتعمد بعد الاولاد او بعد طرف يبعد التام. هو في واحده بتبعد جوزها، خلي بالك برضو. طبعا البعد ده بيقول افعل يا ابن ادم ما تشاء كما تدين كما تدين وتدان. صحيح صحيح. ما فيش واحد لو ما لقاهاش في الدنيا اول ما يخش قبره هيلاقيها مستنيه. ضيقت على دول في الدنيا هيضيق عليك قبرك. يضيق يعني ايه؟ يعني يشعر بالعذاب. هناك من يوضع في قبره ولا يشعر بشيء الا ان يقال عنه ليله صبحها يوم القيامه. ليله صبحها يوم القيامه. اما فيما عدا ذلك ارجو من الله العلي القدير ان يجعل الرحمه والتراحم فينا وعندنا وبيننا، لأن الراحمون يرحمهم الرحمن. وعشان ما نبعدش عن سؤال مدام حنان، يبقى مدام حنان من حق الأب إن هو يشوف ولاده، ولازم تخليهم يروح يشوفوه، ما تدفعيش الولاد الثمن. فيما يخص المدارس زي ما الشيخ محمد قال، دي مسائل قانونية يسأل فيها حد مختص. نعم. مدام منى. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا أستاذة لمياء، أهلا بيك يا مدام منى، وحضرتك بألف خير. ممكن اسال سياده الشيخ محمد سؤال؟ اتفضلي. ازيك يا استاذ؟ اهلا اهلا، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه يا رب، واللي عندك طيبين. الله يخليك. ونبي عندي سؤال كده خاص بالميراث. انا عندي شقه تمليك. الشقه دي باسم والدة جوزي وجوزي واخت جوزي. حماتك يعني؟ حماتي وجوزي واخت جوزي. هو دلوقتي جوزي متوفي وحماتي متوفيه. الله يرحمه. دلوقتي الله يرحمه، ومعايا منه ابن. ودلوقتي عايز اعرف يعني ميراث ايه هتتقسم ازاي الشقه دي. أيوة. يعني كده اللي موجود في الشقه بس اخت جوزك. يعني بس بص بص بقى اختصارا عشان ايه تركزي معايا اختصارا. مع حضرتك. اول حاجه انت ليكي في نصيب جوزك في الشقه التمن. دي نمره واحد. نمرة اتنين، بقيت نصيب جوزك لابنك.
يبقى ده ما يخص مين؟ جوزك. بس في سؤال هنا اساله حضرتك ممكن؟ اتفضل. اللي مات الاول جوزك ولا حماتك؟ لا حماتي اللي ماتت الاول. طيب يبقى هنا نصيب جوزك اصبح نصيبه في الشراكه في الشقه ونصيبه من الورث في امه. خلاص؟ تجمعي الاثنين على بعض وتاخدي التمن والباقي لابنك. طيب بقيت الشقه بقيت ايه؟ الشقه اصبح لمين بقى؟ للشريك اللي هي اخت جوزك. نصيبها في الشراكه ونصيبها في ورثها من مين؟ من امها. لكن هي ملهاش ورث في اخوها لان اخوها عنده ولد. خلاص كده؟ يبقى انت عندك التمن بتاعك بيجمع ما بين شراكه جوزك وما ورثه عن امه والباقي لابنك. واخت جوزك ليها نصيب الشراكه اللي هي مشاركه بيه وما ورثت عن امها. والله اعلم. تمام. طيب قبل ما نرجع تاني للحج بس في سؤال شيخ محمد وانا متوصيه توصيه شديده جدا اني اساله في حلقه النهارده لانه شاغل ناس كتير. علينا ما لا لا خفيف خفيف خالص. حاجه تخص السيدات. العلم لله. حاجه نعم. تخص السيدات. التاتو للحواجب على شكلها. نعم. مش تغيير اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليه. يعني شوف حضرتك اتفضل. التاتو بكل انواعه بكل ايه؟ أنواعه. حرام. لا لا لا. حلال. حلال بشرط انه نوع من انواع الحنة الثابتة. مش الوشم بالابر. تمام. اقول تاني. تمام. الوشم بالابر داخل الجلد والدم. هو ده الوشم الممنوع. اما الرسم بالحنة الثابتة. ترسم على ايدها على مش عارف ايه اي حاجة. المهم بتعمل تاتو على حواجبها. بس في شرط هنا بقى. لو فيه بيعملوا التاتو ده بس بيزيق. انت قلت لي بقى سيقال لازم اجاوب. ايوه ازالة شعر الحاجب نهائيا. ازالة شعر الحاجب بالليزر حتى نهائي وبعدين ترسم. اقول لها لا. الحاجب موجود اصل هيبقى رفنح خالص. اعملي بقى عليه التاتو اللي انت عايزاه بالشكل اللي يعجبك. بالشكل اللي يعجبك. بالحنة. طبعا. بمعنى ايه؟ مش تروح عاملاه زي حاجب الشيطان كده زي التمانية. وتقول لي ما هو لا. ما انا بقول لحضرتك تعمل لا في حد. وضح يا شيخ محمد حتة. طيب بالشكل اللي يعجبك. شوفي حضرتك شوفي حضرتك تأذني لي طبعا. طبعا. انا شخصيا بتكلم عن نفسي بحب اعرف عن طريق النت عن طريق الاسئله عن طريق بناتي عن طريق اعرف الامور النسائيه الحديثه والغير حديثه الاصوليه والدخيله. لسبب عشان اللي يسالني ما هو لا اما عارف لا اما انا هفصل بكلمه دينيه ما لهاش حل. لكن احنا بنقول ايه في حد يقول ايه واحده يعني تقول ايه انا هعمل حاجبي بالتاتو هيلد. ايه الهيلد ده؟ تروح جايبه الحاجب كده وجايه من ورا عامله لفه في الحته دي لفه جديده دي. في ما اعرفهاش انا دي. لا في تروح عامله الحاجب وحتى نجمه صغيره من هنا ونجمه اشكال. كل الحاجات دي لا. مغيرة لخلق الله. تمام. أمال إيه هو؟ الحاجب العادي بس عرضته شوية كنزته شوية لفته لفة كده يعني مقبولة. ما يجراش حاجة في الحاجات دي. ده اسمه التاتو الثابت. طيب. بالحنة. طيب ما هو كده مش هيبقى ثابت يا شيخ محمد. لا ثابت بالحنة بيقعد له 10 أيام. لا أنا ما بتكلمش لا على الثبات. ما بتكلمش على ثبات اللون. أنا بتكلم على ثبات الشكل. يعني لو غيرت مرة بعد كده عملته رفيع مرة عملته ما هو ده تغيير لربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليه. لا ربنا خلق لنا الحاجب اهو. انا ما اجيش الفه من هنا. لا انا بتكلمش بقى ما اعمله زي التمانية. ما كل ده المغير للشكل الشكل العام. لكن رفعت تخنت
تقالت، عملته مره مثلا مش عارف لون ايه، مش عايز اقول الوان يعني. طيب لون كذا لون الناس كذا. اللي ما حضرتك بتقول اهو رفعت، الناس اللي بترفع حواجبها قوي، ما هي كده بتشيل من شعر الحاجب. هقول لحضرتك على معلومه بقى، اكيد انتوا عارفينها كستات، قول. مفيش تاتو رفيع رفيع كده، مفيش تاتو. لا انا ما بتكلمش دلوقتي على التاتو، انا بتكلم انا على ازاله شعر الحاجب ايوه، بحيث انه يبقى رفيع قوي. اذا كان الحاجب معرج، معرج يعني حته تخينه وحته رفيعه وحته مش عارف، وعشان بيبقى اسويه تهذيبه. يبقى رفيع، لا عشان اسويه يبقى رفيع اسويه، لان المراه خلقت جميله وتجميلها اولى، ولذلك يقولوا زينه المراه ما ظهر لونه وخفي ريحه، يبقى الميك اب. زينه الرجل ما ظهر ريحه، ما على ريحه وخفي لونه، يبقى ماليش لون، مش معقول احط احمر واخضر، ما ينفعش، لكن ريحتي تبقى حلوه. الست، ولذلك ربك سبحانه وتعالى دليل يقول ولا يبدين بزينتهن، الزينه الملبوسه والموضوعه وكذا وكذا يبقى هنا حطت التاتو دون عريض رفيع، الحاجب لما سويته بقى رفيع، ما فيهاش مشكله خالص. يبقى التاتو اللي هو بالحنه على الشكل الاساسي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليه، هو طب ده جريته المباح. شويه، جريته شويه كده، عملت له حرف كده يعني، طولته شويه كده، لا حرج في ذلك، زي اللي بتطول رموشها، زي اللي بتحط الكحل، زي اللي بتحط كذا، زي لا حرج في ذلك ابدا ابدا ابدا، الا انها تظهر بيه وتغري الاخرين في الشارع. ما هي اكيد لو عملته هتخرج بيه، امال هتروح فين؟ لا لا حضرتك اسمحي لي، هي لو طولت حواجبها مش هتخرج بيه، عايزه اطلع فاصل. يا ست الستات انت كده قدامي ولله الحمد لابسه الحجاب بتاعك، او زي ما بنقول اللفظ الديني الصحيح لده الخمار بتاعك. تمام. نفترض ان انت حواجبك دي جايبها لحد ودانك هنا، انا شايف حاجه، انا شايف اللي ما حدش هيعملها كده يا شيخ محمد. فرضا 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 انا شايف ده، لكن بقى الزينه والتبرج ده حسابهم عند الله وعقابهم عند الله مش بتاعتي. طب خلينا نروح فاصل بقى. اتفضلي. مشاهدينا فاصل ونرجع لحضراتكم مره تانية، خليكم معانا. كلام من القلب، كلام ما شبهك طبطبه، كلام من القلب، كلام ما شبهك طبطبه. برحب بحضراتكم مشاهدينا معانا مره تانية، معانا النهارده الداعي الاسلامي الشيخ محمد توفيق، اكيد بنرحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم. شيخ محمد قبل الفاصل كنا بنتكلم على الاختلاف في مشاكل التاتو، خلينا بقى نرجع لموضوع الحج. نعم. وفي سيدات بيروحوا ويحجوا وهي عامله التاتو ده وبيبقى موجود. انا بس هقول لكل سيدة، اما يكون الحاجب شكل الطبيعي اقرب ما يكون ان شاء الله 100%، اقرب ما يكون في الحج بالذات، وتحج ولا حرج في ذلك، لكن ما تعملوش مخصوص عشان راح تحج. الأولى أنها تبقى على طبيعتها، الأولى أنها تبقى على طبيعتها في الحج على وجه الخصوص الأولى. احنا بنقول الحج ده صورة مصغرة من يوم, يوم الموت. صحيح. فالأولى أنها تبقى على طبيعتها، أما نفترض أن هي عاملاه وفي ستات بتعمله كمان، يعني بيبقى ايه الحاجب لنقص الغدد الصبغيه في المكان ده بيبقى مبيض، فعملته لا حرج عليها. تمام. لكن ما تلفتش بالانظار. خلينا ناخد التليفون. مدام سميره. مدام لميه ازيك؟ الحمد لله، اهلا بيكي. الله يخليك يا حبيبتي، منوره والله. ربنا يخليك يا حبيبتي. حضرتك والدكتور محمد ربنا يوفقه يا رب. ربنا يخليك. الله يخليك ويعزك. يخليك يا رب. كنت عاوزه اسال الدكتور محمد على بنتي جالها جامعه يعني بفلوس، بس هي جامعه حكوميه. التنسيق بتاعها جالها يعني فبفلوس، واحنا ما كناش عاملين حسابنا على المبلغ دوت. فممكن المبلغ ده في حد يدولك قرض بفوائد.
يبقى حلال ولا حرام؟ في كنت ايه عاوزة تاني؟ قولي تاني. في حد هيديها الفلوس دي بس بفوائد. البديل بتاع الجامعة دي يعني حاجات حد ده زي شخص، تسافر بقى ده شخص. مدام سميرة، ايوه اتفضلي حضرتك. الحد ده شخص مش بنك. شخص، مش بنك. طيب حاضر حاضر، تبين حضرتك. طيب استاذنك شيخ محمد. الاول الشيخ محمد توفيق مش الدكتور محمد توفيق، دي تمام. نمرة واحد. طيب خلينا ناخد التليفون التاني ونجاوب. اتفضل. احنا معانا مين؟ مدام منال. ايوه، عايزه اكلم مولانا في حاجه. اتفضلي. بنتي بعد 10 سنين محجبه خلعت الحجاب، بحجه ان هي بتظهر في اماكن عامه، وان هي عندها كم سنه يا حاج؟ بشعرها عندها كم سنه؟ افضل وكده. مدام منال عندها كم سنه هي؟ كبيره، عندها 35 سنه. فحضرتك متجوزه؟ ايه موقفي انا منها؟ متجوزه ولا مش متجوزه؟ متجوزه وجوزها موافق على خلع الحجاب. ايه موقفي انا منها؟ يعني ازعل منها؟ انا نصحتها وقالت لي ده قرار وانا اتخذته. فايه رايك مولانا؟ طب انا هقول لك على حاجه في كلمتين اتنين. اتفضل. اول حاجه ما تغضبيش عليها خالص. انا قلت لها انا غضبانه عليك. لا انا بقول لك قبل ما تقوليها اهو بقى. تقوليهاش، تغضبيش عليها خالص. ايوه. وانت كده بتصلي ايوه بنيتك فيها ومن قلبك كده، ايوه قول اللهم اهدها في من هديت، وتولها في من توليت، واصرف عنها برحمتك شر ما قضيت. حاضر. بس الثلاثة دول ربنا يهديها يا رب. بس اوعي تغضبي عليها. مدام سميرة بقى الشخص اللي هيديها فلوس وبفوايد علشان خاطر جامعة بنتها. ما ينفعش وحرام ربا. وربا ومش عايزة يعني توضيح ولا شرح. طيب ينفع اخد قرض من البنك؟ ينفع. الله، ما البنك هياخد فوايد وده هياخد ايه؟ فوايد. المعاملات البنكية معاملات في الأصل استثمارية وتمويلية، غير لما بيكون شخص بعينه بيدي فلوس بالفايز زي ما بيقولوا. هو كده ربا، ده واضحة وصريحة لا محالة. والفرق بين الاتنين ايه بقى؟ ان اللي بيدي فلوس بالفايز ده، او العياذ بالله بالربا يعني كده، او بالزياده قرض جر نفع بقى عنده كده، ما يصبرش عليها. ما يستناش. لكن البنك يقول لها والله اجلت الشهر ده، بترفع للشهر التاني بالعائد اللي احنا متفقين عليه، اللي هو قانون المصارف او البنوك التابعة بجميع أشكالها وأسمائها وأنواعها. يقول لي ده إسلامي، ده أوروبي، ده مش عارف إيه، كله بيخضع للبنك المركزي وكله بيخضع لقانون البنك المركزي. يبقى في حالة زي دي أجي أقول لها إذا اضطررتم فالبنك أولى، البنك أولى. وإذا والدها ممكن ياخد استبدال في معاش برضو افضل، ولو حد هيسلفها بس سلف بدون فوائد. بدون فوائد. بدون ايه؟ فوائد. يبقى خير. وبعدين يعني زي ما بيقولوا عندنا في البلد، ما بدون احراج كده، انت عارفة لما بيعملوا مع بعض جمعية، تشوف حبايبها كده من الستات اصدقائها بتاع حاجات زي كده، ويعملوا جمعية الاول قسط وتقبضها هي الأول وتسد القسط ده على ما ربنا يفرجها في حاجة تانية. تمام. طيب نرجع تاني للحج والحكمة. نعم. القريبة منه، أو يعني الشرط القريب أنه يكون قادر ماديا وقادر صحيا. الاستطاعة. احنا قلنا في استطاعة معنى قريب ومعنى بعيد. اتكلمنا على المعنى القريب. المعنى البعيد اللي هو ايه بقى؟ هناخد التليفون برضه. وماله، اتفضلي. مدام لاميا. ألو. ايوه اهلا بيكي، اتفضلي. نعم اتفضلي، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، اتفضلي. سؤال حضرتك ايه؟ لا انا مش سامعه خالص. طب سمعني كده. طب وطي صوت التلفزيون عندك واسمعيني من التليفون. ايوه انا كده. سامعه كده. اتفضلي، اهلا بيكي. ماشي حضرتك، ماشي. لو سمعت انا بسأل سؤال في الميراث. اتفضلي.
عايزه الشيخ يفتيني، يعني انا بابا ميت وسايب بيت فيه 4 شقق. شقه ساكن فيها اخويا الصغير، وشقه كان ساكن فيها اخويا الكبير، بس سابها، وقبل ما يسيبها وضب لاخويا الشقه بتاعته اللي هي ساكن فيها. فبابا قال له في مقابل ان انت وضبت شقه لاخوك تاخد ايجار الشقه بتاعتك اللي انت سبتها دي. وانا قاعده في شقه انا وماما، وشقه تانيه مؤجره ايجار قديم. فدلوقتي الشقه المؤجره ايجار قديم مع الشقه المؤجره بتاعت اخويا دي، عايزه اعرف دي تبقى الفلوس اللي بتطلع من دي وبتطلع من دي تبقى ميراث، تبقى يعني تتوزع ازاي؟ ايوه حاضر. ايه نظام التوزيع؟ حاضر. على فكره انا مش سامعه خالص. طب حضرتك طب عندك اي سؤال تاني او عندك اي اضافه تانية حابه تقوليها؟ لا مفيش اي اضافه، تعرفيني يعني الايجار القديم والايجار الجديد ده، والايجار الجديد اللي بابا قايل لاخويا ياخده ده من حقه انه ياخده ولا يتوزع كميراث؟ طيب حاضر. حاضر. طيب الاول الايجار اللي والدها الله يرحمه قال لابنه انت وضبت الشقه لاخوك يبقى تاخد ايجارها ليك. هنا في حاجه بقى هتوقفنا، هل هو بيقول خد ايجارها ليك لحد ما تسترد كل ما انفقته، ولا ايجار مستمر؟ ان اخذنا بالاحوط، بالاحوط يعني ايه؟ يعني الافضل ان احنا نقول له في رضا خد الايجار لحد ما تاخد الفلوس اللي انت انفقتها بما يساوي حساب اليوم. لان 10 جنيه السنه اللي فاتت غير 10 جنيه السنه دي. ايوه اتفقنا. وبعد ما يستخلص حقه ينضم الايجارين على بعض ويوزعوا للذكر مثل حظ الانثيين، وقبل ذلك للام التمن. هي امهم موجوده. أيوة. التمن. طيب نفترض ان قال لا ده ابويا قال لي خد الايجار ده مدى الحياه من اخوك، عليه المسؤوليه، ما هو المسؤول امام الله. يبقى ما عندهمش الا ايه؟ اصل التمليك. اصل ايه؟ التمليك. يعني ايه اصل التمليك؟ لو اخوهم الصغير ده خرج من الشقة دي وراح في اي شقة تانية، حتى لو انتقل من الشقة دي لشقة فوق في نفس البيت بس فين؟ فوق، يبقى اخلى الشقة وسقط الايجار. يبقى اي حاجة بعد كده على الكل او للكل. طيب هو فضل قاعد، يبقى ما عندهمش الا حق التمليك، التملك للعقار، وما يأتي منه من ريع، من ربح يعني، اللي هي الشقة المؤجرة للذكر مثل حظ الأنثيين في الإيجار وللأم الثم. تمام. طيب ناخد مدام معي. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحتي عايزة أسأل، أنا عندي بيت 5 أدوار وعندي ولد وبنت. طب ممكن تعلي الصوت شوية؟ عندي بيت 5 أدوار وعندي ولد وبنت. نعم. الولد ما شاء الله شغال شغله كويسه جدا وكل حاجه كويسه. البنت بقى ما فيش ولا حاجه. بس الولد مش بيسال عني ولا عن ابوه ولا عن اخته ولا اي حاجه. ينفع ان انا اعوض البنت دي واكتب لها شقه؟ لكن بقيه الشقق وبقيه البيوت على المشاع؟ لا مالهم، باسمي انا مش باسم حد من ولادي. مش كده برضو؟ طيب اولا في حاجه اسمها الهبه. حاجه اسمها الهبه، هي تديها لك كانها هديه منها، ما فيهاش مشكله. لكن احرم ابني او بنتي من الميراث عقابا له، انا ما بعاقبوش وانا ما املكش حاجه، وما ينفعش ان اعاقبه في ده. لان العقاب والحساب في الامور الدينيه عند الله. مش عندي انا. لكن اعمل ايه؟ ادعي له بالهدايه، ادعي له بالتوفيق، ادعي له بلين القلب. اما قبله هو ما بيتكلمش في التليفون، وانا ابوه او امه اكلمه. لكن فكره انه ما بيسالش عليا او ما بيسالش على الاب او ما بيسالش على الاخرى، هو مش سبب. مش بينه وبين العباد. لو يا استاذه لميا،
لو كل اب وكل ام هيحاسبوا ولادهم انتوا بتسالوا ما بتسالوش، انتوا بتقولوا، انتوا بتتبجحوا في الكلام او كان بتكلموا، ما حدش عارف حد، ما كانش الدنيا عاشت. كانش الدنيا عاشت صحيح. ولذلك دايما الاسوء من ناحيه الاولاد. دايما شوفي بالرغم ما شاء الله لا قوه الا بالله في اولاد قمه قمه والله. لا لا في الادب والاخلاق، شوف نماذج جميله وتفرح يا وحاجات كتيره طبعا. ويعني لو تقول في نص في اي وقت في اعز نوم يا فلان. نعم والله انا شفت، انا شخصيا شفت ناس قاعدين تحت رجل امهم. والله حاجه جميله المعامله اكتر من كمان الـ 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 البيان في الاسلوب، المعامله العامه. وبالرغم من ذلك بيبقى لهم شطحات كده في الكلام نرفز لبشر. لازم ابص لابني او بنتي بشر، ومعنى بشر بيرضى ويغضب ويقبل ويرفض، واعصابه وقوه تحمل، وده بيتحمل عن ده وده بيتحمل عن ده. يبقى انا لما اقيمهم كده على بعضهم اقول ربنا وصى الولد بالوالد صحيح، اللي هي الام والاب يعني، ما وصاش الوالد بالولد. لا والله يا شيخ محمد، امتى وصى؟ عشان ما حدش ياخدها علينا ويقعد يكتب علينا فيها. امتى وصى الوالد بالولد؟ في العطيه والميراث، يوصيكم الله في اولادكم. يبقى وصيه للوالد والجمله دي لوحدها هو رد على سؤالها يعني. هو ما ينفعش ولا يجوز، ممكن ان هي تدي البنت الشقه كهديه، ما يجراش أي لكن حاجة. ما يبقاش بغرض ان انت حاطه في نيتك ولا واحد في المليون ان انت ولا انها بتعاند الولد بالظبط. ما انا بقول تزيده قسوه، ما يبقاش حتى بنيه، حتى بحاجه بسيطه قوي ان هو عشان عايزه تحرمه من حاجه. ولو جالها بعد ما كتبت يا ماما انت كتبتي لاختي وانا ابنك وانت ماما حبيبتي والكلام اللي تقول له طيب خلاص انا هكتب لك انت كمان شقه وانتوا الاثنين اعز من بعض عشان النفوس ما تشيلش. بالظبط كده. لان انا هعمل كده هترك بينهم عداوه. صحيح صحيح. نعم. واحنا مكملين ان شاء الله مع بعض. لو عشت وكان لي عمر شيخ محمد حلقات الحج. احنا وقتنا جري. وقتنا انتهى مع الاسف، ونكمل ان شاء الله. اللهم اجعل لنا حجا يا رب العالمين. امين يا رب. ولا أمين. تحرمنا ابدا زياره بيتك الحرام وقبر ومسجد ميتك نبيك المختار. أمين. وتقبل منا الدعاء والسلام. ولا تخيب الرجاء، واجمعنا على خير انك يا ربنا على كل شيء قدير. امين يا رب. امين يا رب. بشكر حضرتك جدا يا شيخ محمد. بشكركم مشاهدينا، اشوفكم يوم السبت على خير ان شاء الله، يكون معنا الاستاذ الدكتور عبد الناصر عمر استاذ الطب النفسي. اشوف حضراتكم بألف خير. سلام عليكم. كلام من القلب، كلام ما شبك طبطبه، شبه القعد على المصطبه وقت المغارب والمساء، مثل ما نجمع شملنا نقسم ألمنا وحملنا، وناس بناس متوع النساء، واتنين من قلوب طيبة ودموع علينا قريبة، نصعب أوام على بعضنا الشعور وكلام